حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك، خفنا ما حبيتش تحشم، شهدنا ما حبيتش تحشم، طول الجوان واش نضرب جدك الشاب وداك حكمتني الفشله. دونك شوفي الافلام اي دونك ان شاء الله جو في سي دو ريبوندر بلاك برك باغو بيك على والديك خماجوا شي اللي فوق راه يدور في الصو شوف بون ما نطولوش يا الخوان ندخلوا ديريكتومون في الموضوع جي توت اون ليست ماذا بيا نعطيكم بعض المعلومات توجور كونسيرنون شيخ الاسلام بن تيميه لا مغرف ولا بطاطا الاخر شفه يا ربي بينا والطف وسلك هذا الحاصلين انا عندي دخان شعره والاخر يتكيف في بعره والسيجاره عليها السهره قالوا وحنا خاطلين واحد نص خبزه شاتيها والاخر للكلبه يرميها والضربه ربي يعطيها لهذا الناس الفالتين جيسبر حوستوا في لي سورس اللي عطيت لكم رحتوا درتوا فوتخ بروبر ريشيرش قلت دون فاصون تري كلير قلت بلي الوقت تاع لي ديبا تاع الهضره تاع النقاش تاع الحوار بما يخص الدين كل ما يخص الدين هذاك الوقت الي تيرميني سي فيني ماذا بيا تحبسوا بلا كولتور هذيك تاع يوتيوب سي تادير تحوس دي فيديو تاع شيوخ واش راهم يهضروا باش تبلعض روحك ماشي هذه ماشي خدمه لازم تروح تقرا الكتاب تقراه وتتعلم تقراه لازم تكون عندك لا كولتور هذه تاع لا ليكتور باش تتعلم ما كاش حاجه اخرى يا بلو دو ديبا بوسيبل يا بلو دو ديسكوسيون بوسيبل خلاص بالنسبه ليا خلاص سينو اللي يحب يهضر يهضر انا بالنسبه ليا خلاص ماشي هادي ماشي خدمة لازم تروح تقرا الكتاب تقراه وتتعلم تقراه لازم تكون عندك لا كولتور هادي تاع لا ليكتور باش تتعلم ما كاش حاجة أخرى وما كان تحوس في كتاب وما تزيدش تحوس تسقسي ولا خلاص شفنا لا فيغيتي الحق لا فيغيتي جاك حتى لعند فمك انت قاعد في الدار اون لايف ديريكت تشوف لي زيماج تشوف تصاور تشوف كلش بالصوت والصورة ماذا بيا تحبسوا من الكولتور هذيك تاع يوتيوب سي تادير تروح تحوس دي فيديو تاع شيوخ واش راهم يهضروا باش تبلعض روحك ماشي هذه ماشي خدمه زيد مين كاين شيوخ شيخ فلاني شيخ فلتاني العالم فلاني وهضر الاخر فتوى منا الاخر فتوى منا من قالها الشيخ العلامه الكبير كدا ومن بعد هذا يخرج لك منا بعد كيف كيف نزبل ديرك ترمي ديرك نزبل ما تشوف حتى حاجه ماشي هذه ماشي خدمه لازم تروح تقرا الكتاب تقراه وتتعلم تقراه لازم تكون عندك لا كولتور هذه تاع لا ليكتور باش تتعلم ما كاش الكتابات بنو تيميه بنو كدا بنو عرعور بنو زعرور بنو عنتر بنو 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 نعناع بنو كدا ديرك الزبل ديرك ترمي ما تشوف والو كيما لي سورسيير لي تيرو في البالي و طير بالمكنسه شوف اليوم كذلك نعمل لكم ريسانكم بيان كوم الفو ولكن رابيدمون باسكو عندي بزاف شوفات نهضر عليها ديت نقاط هذا سيت ان ليفر كتاب جي لو بوكو دو ليفر على ابن تيميه زوج ولا ثلاثه ابن تيميه الملقب بشيخ الاسلام متكلم وفقيه عربي حجه في التفسير والحديث ولد في حران في ربيع الاول من عام 661 للهجره أتم دراسته الدينية وهو لما يبلغ العشرين وكان مدرسا له تلاميذه ومريده جلو بوكو دو ليفغ على ابن تيمية زوج ولا ثلاثة With me today I've Dr. John Hoover who's our expert in Islamic studies and he's also an expert in the work of Ibn Taymiyyah who is a famous Arabic historian بوكو دو ليفغ على ابن تيمية زوج ولا ثلاثة And John Why study Ibn Taymiyyah? Well, Ibn Taymiyyah is well known for many reasons. Let me start with the security reasons. He is quoted as an authority by Osama bin Laden, and that tends to get people's interest immediately. And then he's also famous for having written a large work on Shiism, which is feeding into a lot of
Sunni Shia polemics today. He was himself a Sunni. He was he lived most of his life in Damascus, and there were Shia Sunni tensions in Damascus at that time. He also wrote the largest refutation of Christianity in the whole Islamic tradition. He's written a refutation of Aristotelian logic, and coming out of this, he's quite a modern figure, actually, in terms of his epistemology and the way in which he approaches texts and so on. He's written a very huge work arguing that the revelation of Islam agrees with reason, so the agreement of revelation and reason. He's talked about Sufism and the spirituality of Islam, and he is well known for his critique of saint worship, shrine worship, or the shrine cult. So he covers all kinds of things, and there are different groups of Muslims and non-Muslims today who have taken interest in his work on any one of these counts and gotten quite into his thought. But he has something to say about a lot of different things. He stands about midway between the beginning of Islam and the present day. He lived in the late 1200s, early 1300s. He died in 1328. So standing at that juncture, halfway between the beginning and the present of the Islamic tradition, and then having captured the interest of so many people today, that makes him a very fascinating figure to study. So, in other words, here is someone who in Islam is as significant in the range of his work as Augustine or Aquinas is in the Christian tradition. Or even more so. I like to say sometimes, you know, if you walk the streets of Cairo, you can find Ibn Taymiyyah's works, or especially the works of his disciple Ibn Qayyim al-Jauziyya, who writes a bit more poetically and more beautifully. You find them in almost any Islamic bookshop, where you're not going to find Augustine and Aquinas in any bookshop in the UK. Yes, unfortunately. So there's a sense in which Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim al-Jauziyya, his student, are more present in centers of like Cairo and. So studying him is not just studying the historical thought in the way that we might study the historical thought of some great thinker in the past. It's actually studying a living force in Islamic understanding today. Yes, studying Ibn Taymiyyah is indeed studying a living force in the Islamic tradition, the present-day Islam. To what extent is Ibn Taymiyyah today, we spoke earlier about him being a living force, what would you say is the most salient of his thoughts that is active today? He really believed firmly that religion, the religion of Islam, was rational and agreed with reason. And he worked hard to show that. So he's an apologist. And I think that connects very closely with what many modern Muslims are seeking, is a rationalization and an attempt to explain the Quran and the tradition of the Prophet Muhammad in a way which makes sense. He's trying to make that make sense. It's reasonable. Okay. We have tried in this short film to introduce the thought of a great thinker. I hope you found it interesting, and I hope that it has helped you to discover more and whet your appetite to study even more. Beaucoup de livres à la Ibn Taymiyyah, زوج ولا ثلاثة, زوج ولا ثلاثة, زوج ولا ثلاثة. J'ai lu beaucoup de livres à la Ibn Taymiyyah. Et putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai!